بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. واحده بتقول كيف اتعامل مع زوجي واكسب حبه على مدى الحياه واجعله دائما معي في كل شيء. خليك انت معاه يبقى هو معاك. لا تعاندي زوجك، ما تنشفيش راسك مع الراجل، الرجال ما يحبوش نشوفية الراس. يحب الزوجة تكون طيبة وهادية معاه، وينطبق عليها فعلا كلمة الجنس اللطيف. فلو فقدتي صفة الجنس اللطيف هتفقدي زوجك ومحبته. ثم المحبة دي كانت موجودة من أيام الخطوبة ولا ما كانتش موجودة؟ شوف نفسيته ايه وايه اللي يريحه. ما تخلفيش الا في الحاجة اللي ضد ضميرك الديني يعني. وحتى فدي تكون رقيقة في مخالفتك. سؤال: بماذا يخلص الإنسان، بالإيمان أم بالأعمال؟ بالاثنين مع بعض. بالإيمان، لأن بدون إيمان لا يمكن أن يخلص أحد. وبالأعمال، لأن الإيمان بدون أعمال ميت، والأعمال هي ثمار الإيمان. فالاثنين يمروا مع بعض، إيمان وأعمال، ما نفصلهمش. سؤال: لماذا اختار الله شعب بني إسرائيل بالذات ليكون شعب الله المختار ولم يختار أي شعب آخر؟ بنو إسرائيل كانوا
بني إبراهيم أب الآباء، وربنا اختار إبراهيم لإيمانه وطاعته. وباقي شعوب العالم في ذلك الحين كانت تعبد الأصنام، باقي شعوب العالم كانت بتعبد الأصنام. ومع هذا لما بنو إسرائيل بدأوا يعبدون الأصنام هم أيضا، دفعهم الله إلى أيدي أعدائهم، فوقعوا في سبي بابل وأشور. وقال الرب لأرميا النبي: لا تصلي من أجل هذا الشعب ولا ترفع من أجلهم طلبة، فإني لا أسمع لك. يبقى المسألة مش مسألة تحيز لحد معين، إنما إذا وجد الإيمان وجد رضا الله، ما فيش إيمان يبقى ما فيش رضا. واحد بيقول: لقد هرب السيد المسيح هو وأم العذراء ومعهما يوسف النجار إلى أرض مصر. وقد فسر ذلك لتأكيد حقيقة التجسد، وأيضا في المثل الروحي عدم مقاومة الشر بالشر. وإلى جانب آخر قول القديس يوحنا الذهبي الفم: لأنه منذ طفولته المبكرة قد أظهر عجائب لما حسب إنسان. إذن بماذا تفسر معجزات الرب يسوع التي كان يقوم بها مع كثير من الناس وأمام جماهير حاشدة؟ هو السيد المسيح في وقت من الأوقات كان يعمل معجزات لإثبات لاهوته، وفي وقت من الأوقات كان يحتمل المصاعب والإهانات من أجل تجسده، يعني مش سياسة واحدة. لو تقروا الكتاب بتاعنا عن تسبحة أسبوع الآلام لك القوة والمجد تجدوا شرح كتير لهذا الموضوع، إزاي المسيح أحيانا كان يظهر قوته وأحيانا كان يمتنع عن ذلك. واحد بيقول: لماذا لم ترسم صورة حضن الآب في هذه الكاتدرائية بالعباسية؟ في الحقيقة المسألة مش سهلة، يعني ارتفاع طوله حوالي 40 متر، في عرض ضخم وتجويف ضخم مش زي حضن الاب في اي كنيسه، ولذلك اتعمل لها مشروع كبير لعمل مجموعات من الايقونات، يعني يقسموا ال40 متر دي اقسام اقسام اقسام. وبعدين ما تمش هذا الامر مع ان انا فاكر من زمان كنا مضينا على الديزاين بتاع الايقونات دي، نشوف برضو لجنة الكاتدرائية بتعمل ايه في الموضوع ده. على فكرة
لو ابتدعوا يرسموا ايقونات لحضن الاب معناها ان الهيكل ده يقعد لا يستعمل لمدة عدة شهور. تصوروا 40 متر ارتفاع في عرض ما يقلش عن 30 متر بالتجويف، يبقى مساحة قد ايه؟ 1200 متر مربع. لازم تاخد مدة طويلة جدا. نشوف برضو ايه اللي يتعمل علشان واحد بيقول هل يوجد كتاب لقداستكم يتكلم عن حياة الرهبنة؟ توجد مقالات كثيرة، ولكن غالبية الناس اللي أحبوا الرهبنة من أحد كتبي كان كتاب انطلاق الروح، هو اللي أثر في كثيرين فأحبوا الرهبنة مع إن الكتاب مش مكتوب عليه إنه بتاع الرهبنة. سؤال: ما هي شروط الرهبنة وهل يلزم أن يكون معه مؤهل عالي؟ لا، شروط الرهبنة أن يكون الإنسان مات عن محبة العالم وزهد في الدنيا وكل ما فيها، وعنده حياة روحية يستطيع أن يقضي الوقت مع الله. الشهادة العالية مش شرط. واحدة بتقول: يا أبي أطلب منك المشورة في موضوع خاص بحياتي، فأنا آنسة متقدم لي شاب ظروف عمله في شرم الشيخ، فحياته هناك بطبيعة عمله يمضي 45 يوم هناك وأكثر ويأتي إلى القاهرة، عايز يتجوز عن طريق المراسلة. شوفي يا بنتي، اتجوزوا وعيشوا سوا مع بعض في شرم الشيخ، ايه اللي يمنع؟ يشوف لك سكن هناك وتعيشي معاه في شرم الشيخ، لكن انت تقعدي هنا وهو يسافر بال45 يوم اجازة من بيت الزوجية ويرجع 2 3 أيام، وكلام مش معقول يعني. أنا من رأيي تشوفوا لكم سكن في شرم الشيخ وتعيشوا مع بعض هناك. واحد بيقول: لماذا لم تكسر ساقاء المسيح على الصليب؟ لأنه مات من الساعة 9، هو كسرت سيقان الصين لأنهم كانوا ما ماتوش فكسروا سيقان، لكن المسيح كان مات من الساعة 9. وأيضا تنفيذا للنبوءة التي تقول: وعظمة من عظامه لا تنكسر. بيقول أيضا: لما صعد المسيح وجلس عن يمين الآب أرسل الروح القدس، لماذا؟ عشان الروح القدس يكون مع التلاميذ ويرشدهم ويعرفهم كل الحق ويساعدهم في الرعاية وفي الخدمة ويديهم قوة.
واحد بيقول السيد المسيح كان كامل في ناسوته، وما دام كامل في ناسوته يبقى هل كانت فيه الغرائز الجنسيه مثلنا؟ لا، هو شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيه، ما كانش عنده هذه الاخطاء طبعا، وما كانش محتاج ان يتغلب عليها، كان فيه سمو فائق مش محتاج ان يحارب بخطية. وذلك قيل شابهنا في كل شيء ما عدا الخطية. واحد بيقول ما رأي قداسة البابا في أب كاهن زكى خادم بروتستانتي شماس من قيمة 3 سنوات وحتى الآن لم يلبس التونية إلا مرة واحدة ولم يحضر القداسات إلا في الأعياد فقط، ويخدم بالكنيسة باستمرار كواعظ بالاجتماع وله أخطاء عقائدية وطقسية إلى آخره. هذا الأب أثناء الإنجيل لا يقف بل يشغل نفسه بأي شيء، وأثناء طول القداس ممكن يتكلم مع أي شمع. طبعا الكاهن اللي يزكي واحد عقيدته غير سليمة يبقى يدان أمام الله، ولما يسمح له أنه يوعظ يدان ايضا. يا ريت صاحب السؤال يقول لي مين الاب الكاهن ومين الشماذة. واحد برضو بعت عن شكوى في الصعيد، يبعت لنا الاسماء واحنا نشوف الحكاية. بعض أسئلة من مشاهدي سات 7. واحدة بتقول هل الروح القدس يفارق أي إنسان مسيحي؟ وإذا سمع إنسان صوت الله قس قلبه وشعر بروح نجس عليه فماذا يفعل؟ مفارقة الروح القدس للإنسان تخش في التجديف على الروح القدس. إذا سمع إنسان صوت الله قص قلبه تفارقه النعمة، لكن ممكن ربنا يتكلم في قلبه مرة ثانية وثالثة وعشرة وعشرين. أما كلمة إذا شعر بروح نجس عليه فما عرفتش صح تسأل تقصد يعني ايه الشعور بالروح نجس عليه، يعني ياريت تشرح لنا لما يخش الروح النجس الواحد بيشعر بايه. هو طبعا الروح النجس لما يخش في انسان يسيطر عليه فيفقده ارادته،
لكن ايه الشعور ما عرفش تقصد ايه. سؤال من واحد بيقول: من 5 سنوات نادرت أن أصلي صلاة معينة كل يوم وتحقق ما كنت أريده ووفيت بالنذر. أنا بصلي هذه الصلاة من 3 سنوات، ومنذ فترة قصيرة أشعر أنني أصلي هذه الصلاة بدون حرارة، كأنها كلام روتيني، فقمت باستبدالها بصلاة أخرى أطول وأشعر بها عندما أصلي. ما دام ندرت حاجة تنفذ الندر، كون إنك تجيب صلاة أخرى أطول مفيش مانع مع استبقاء الأولانية اللي أنت ندرت بيها. ربنا ما تتفقش معاها اتفاقات وترجع فيها. واحد بيقول: أنا فلان الفلاني من الموصل، وأتمنى أن قداستكم تزور العراق. ربنا يدبر الوقت. واحد بيقول: نشكر قداستكم على تشجيع أولادكم وبناتكم في افتتاح مهرجان الكرازة الذي أصبح له لون خاص بتشريفكم إلى آخره. وبعدين بيقول: وقد قامت القنوات الآتية بتسجيل الافتتاح تمهيدا لعرضه في الوقت المناسب. سات 7 وأغابي وكوبتك سات، وبتشجيع ومساندة قصتكم نعمل بكل جادية ليكون للكنيسة القبطية تواجد في القنوات الفضائية. ربنا يساعدكم. برضو الناس بتوع جرجة بيفوضوني برسامة أسقف ليهم، ربنا يختار الصالح. روح القدس الإله الواحد أمين. أريد أن أتأمل معكم في هذه الليلة في الآية التي تقول: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب، في رومية 8:28.
الله صانع الخيرات، وكل ما يعمله الله يعمله للخير. فإن كنت بتحب ربنا وربنا بيحبك، هيخلي كل الأشياء تعمل معه للخير، سواء الأشياء التي تبدو خيرا في ذاتها أو حتى التي تبدو ضيقات ولكن ربنا يخليها تنتهي بخير. فلذلك الإنسان المؤمن اللي مسلم حياته لربنا يقول عبارة كله للخير. عايز الموضوع ده أفحصه معاكم من ناحيتين، من الكتاب المقدس ومن الحياة العامة. يعني خدوا مثل بولس الرسول، بولس الرسول اتسجن في سجن فيلبي، وفي السجن الداخلي اي واحد يقول السجن ده ضيقة، طب ونهايته؟ ابدا، كانت النتيجة ان ربنا عمل معاه معجزة وخرج وآمن سجان فيلبي كما هو مذكور في أعمال الإصحاح 16، فكان كله للخير. بولس أيضا ودوه لروما لكي يحاكم، يقف أمام قيصر، فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة انه استطاع ان يؤسس كنيسة روما كما ورد في سفر الاعمال الصح 28 اخر ايتين، استأجر بيت واقام فيه سنتين وكان يقبل كل من يأتي اليه بلا مانع ويبشر بالمسيح. يوسف الصديق اخواته رموه في البير وبعدين باعوه كعبد وبعدين وجهت اليه تهمة رضية وبعدين اترمى في السجن، كله للخير، لانه وهو في السجن تقابل مع اثنين من خدام فرعون وفسر لهم أحلامهما وشهدوا أمامه عند فرعون، وكانت النتيجة أن يوسف الصديق بقى الرجل الثاني في المملكة بعد فرعون على طول. بيعه كعبد، التهمة الباطلة، رميه في السجن، كل ده انتهى بالخير. لو الإنسان تذمر يتعب في حياته، لكن لو الإنسان عنده تسليم لربنا ويقبل كل ما يأتي عليه بإيمان في محبة لله، الأمور كلها تنتهي بالخير. صدقوني، حتى خطية الإنسان الأول، الأكل من الشجرة المحرمة، صحيح إنها خطية وكان لها عقوبة الموت والطرد من الجنة، ولكن كل الأشياء تعمل معا للخير. بالفداء أصبح الإنسان ستنتهي حياته
إلى ما هو أفضل من جنة عدن. على الأقل الجنة كانوا عايشين فيها حياة مادية وبيأكلوا من الأشجار وبيعيشوا مع الوحوش إلى آخره، لكن بالفداء يتحول الإنسان في الحياة الأخرى إلى القيامة بأجساد روحانية يعيش فيها في السماء مع الله وملائكته وقديسيه. شك تهمة في القيامة، أهو خطية، لكن انتهت إلى الخير بأنها أثبتت القيامة إثباتا عمليا بأنه جس مكان الجروح وقال ربي وإلهي. مش نقول الخطية تنتهي بخير، لكن نقول ان تدخل الله يحول النتائج الى خير. كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. القديس الانبا انطونيوس مات والده، ما فيش شك ان وفاة الوالد مسألة متعبة للنفس، ولكن مع ذلك حتى موت الوالد هذا كان للخير. فأنبا أنطونيوس نظر إلى جسد أبيه المتوفى وقال له: أين عظمتك وأين سلطانك وأين غناك؟ لقد خرجت من العالم بدون إرادتك، ولكنني سأخرج بإرادتي ولا أنتظر حتى يخرجونني كارها. وأصبح موت والده سبب لبدء الحياة الرهبانية في العالم كله. القديس أثناسيوس الرسولي أكبر لاهوتي في تاريخ الكنيسة المسيحية. نفي 4 مرات عن كرسيه إلى بلاد الغرب، ولكن كل الأشياء كانت تعمل معا للخير، لأنه في أثناء نفيه كان ينشر الإيمان السليم في أوروبا الغربية، واستطاع أن يكون كنائس جديدة، وكان نفي لا شك للخير، لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. قتل أطفال بيت لحم عمل شرير من هيرودس الملك، ولكنه مع ذلك كل الأعمال كانت تعمل للخير. فبصينا لقينا بسبب هذا الإجراء الخاطئ من هيرودس جاء السيد المسيح والسيدة العذراء إلى أرض مصر وباركوا أرض مصر وأماكن عديدة فيها. كله بيشتغل للخير للذين يحبون الرب. اضطهاد شاول الملك لداود، ما في شك انه عمل وحش وقسوة وعنف ومكائد، ولكن انتهى للخير. فان داود النبي ده اللي كان اشقر مع حلاوة في العينين، الولد اللطيف الحلو اللي على المزمار والقيصار ويغني المزامير، ما كانش ممكن يتولى الملك بالطبيعة الرقيقة دي، كان لازم يخشوشن يدقدق كويس ويجرب التعب ويجرب معونة ربنا
ويجرب عبارة إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. وبعدين لما بقى ملك، بقى ملك قوي، التجارب اللي مرت عليه كانت للخير، نفعته كتير. الاضطهادات عموما، ايام ديوقلديانوس وايام نيرون وايام الحكم الروماني، ما فيش شك انها حاجة متعبة، ولكن مع ذلك كانت للخير، اوجدت لنا مجموعة من الشهداء ومجموعة من القديسين نحن نتشفع بهم، وزينوا تاريخ الكنيسة بأيقونات جديدة. القديسين دول، بل إن الاضطهاد عموما يعني كان للخير، لأن به كان الناس يزدادون عمقا في صلاة، ويزدادون روحانية في أصوامهم، فكان للخير. للخير لمين؟ للذين يحبون الرب. اللي ما بيحبش ربنا بيتذمر، لكن اللي يحب ربنا يستفيد من كل حاجة تمر عليه. شوفوا خطية داود النبي، شيء متعب وربنا عاقبه عليه، ولكن هذه ايضا كانت نتيجتها الخير. الخير من جهة داود في توبة داود العميقة ودموع داود وانسحاق نفس داود، وايضا اوجدت لنا هذه المزامير الجميلة التي قالها داود في توبته. يعني كله كان للخير. الهراطقة اللي هم أتعبوا الكنيسة، حكاية الهراطقة والبدعة ما فيش شك إنها شر، ولكن لما قام الهراطقة كانت النتيجة أن وجد قديسون يدافعون عن الإيمان، فثبتوا العقيدة بالأكثر ببراهينهم وإثباتاتهم وقوتهم. ولذلك لم يكن عجيبا أن القديس أوغسطينوس قال نشكر الهراطقة لأنهم في الشكوك التي قالوها ضد الكتاب جعلونا نتعمق في فهم الكتاب بالأكثر ونزداد قوة في المعرفة. كل للخير للذين يحبون الرب. تجربة أيوب أيضا كانت للخير. سمعتم بتجربة أيوب ورأيتم عاقبة الرب، والنتيجة أن ربنا طول في عمره أضعاف ورزقه خيرا ضعف ما كان له أولا، وقدمه للبشرية مثالا في الصبر واحتمال التجربة. كل دي من جهة قصص الكتاب المقدس وتعاليمه. فماذا عن الحياة العامة والحياة العملية؟ نجد أنه كلما تقوم المشاكل تقدم الحلول،
ده حتى الأولاد الصغار يحبوا التمرين اللي فيه صعوبة عشان بيوسع الذهن، عشان الواحد يوصل للحل، ويحبوا الفوازير اللي باين فيها صعوبة عشان بتوسع الفكر وتدي نوع من الذكاء. الأشياء بتقول للخير، تقول للميكروبات اللي مالية الجو، الجراثيم، أقول لك هذه الميكروبات والجراثيم هي التي أوجدت البحث العلمي لمقاومتها، وهي اللي أوجدت الأنتيبيوتكس والمضادات، لأنه حيثما يوجد المرض يوجد التفكير في وسائل العلاج، ولولا الأمراض ما نبغ الناس في الطب وما وصلوا إلى العبقريات التي وصلوا إليه. كله بيكون للخير للذين يحبون الرب. ده الحوادث اللي بتمر في الطريق هي التي أوجدت سيارات الإسعاف، والحرائق التي تدب في أماكن معينة هي التي أوجدت وسائل للإطفاء والاستعداد ليها. من إن ما يوجد شر يوجد خير لتصليحه أو لمقاومته. اليتم حاجة متعبة، إن الإنسان يبقى يتيم ويفقد أباه أو أمه أو كليهما، لكن اليتم هذا هو الذي أوجد الملاجئ عند البعض وأوجد العصامية عند البعض الآخر، والمكافحة للتمسك بالحياة والمعيشة فيه. الإعاقة شيء متعب، ولكن مع ذلك لأن كل الأشياء تعمل معا للخير، وجدنا تفكير البشرية في مقاومة الإعاقة من كل نوع، سواء بالنسبة للصم للبكم للمكفوفين الذين فقدوا أعضاء معينة ويحتاجون إلى أعضاء تعويضية، كله كان بينتهي للخير. وبرقي البشرية في نواحي معينة، كون ان الناس يبقوا بلا مأوى دي مشكلة، لكن دي جعلت اهل الخير يفكرون في بيوت الايواء لضم هؤلاء جميعا. اتذكر اول بيت للفتيات المغتربات الجامعيات كان اسسه زمان ابونا صليب سوريال في الجيزة. بنت جات له بتبكي له بتقول له انا طالبة في الجامعة مش عارف اسكن فين، فبدأت الفكرة في إنشاء بيت للمغتربات الجامعيات، وبعدين انتشر الأمر وبقت في كل أبروشية وكل محافظة بيوت للمغتربين وبيوت للمغتربات. وأيضا بيوت إيواء للمسنين. من جهة ان كل الاشياء تعمل معا للخير، في مبدأ كويس الناس يعرفوه وهو الحاجة ام الاختراع. لولا الاحتياج ما كانش يوجد الاختراع.
الاحتياج مشكلة، لكن الاختراع هو الخير اللي بتعالج بيه هذه المشكلة. الاعتداءات والخصومات شيء شر ما فيش شك، لكن مع ذلك نتيجة الاعتداءات والخصومات وجدت القوانين ووجدت المحاكم ووجد القضاء. ولولا خصومات الناس بعضهم مع بعض ما كانت هناك حاجة إلى قوانين ولا إلى محاكم. لكن برضو الأشياء عملت معا للخير. من حكاية الحاجة أم الاختراع دي، من أجل هذه الحاجة وكانت مشكلة اكتشاف أمريكا مثلا، كانوا عايزين يوصلوا إلى طريق ما كانش فيه وصول إلى الهند إلا بصعوبة، إنهم يلفوا حوالين رأس الرجاء الصالح مسافة طويلة. فجت فكرة الكرة الأرضية وإن الأرض كروية، فقالوا لو مشينا في الغرب هنوصل للهند، فمشوا للغرب فوجدوا أمريكا. لكن للأسف الشديد أول جزر شافوها افتكروها تبع الهند فسموها جزر الهند الغربية. ما علاقة جزر الهند الغربية بأمريكا؟ ما فيش علاقة، لكن العلاقة أنهم كانوا عايزين يوصلوا للهند من أجل التوابل ومن أجل الخيرات اللي هناك، فمن أجل الحاجة اكتشفوا طريقا آخر. كويس حكاية الحاجة أم الاختراع، سواء في الحياة المدنية أو في الحياة الروحية. حتى المشاكل الدينية والآيات الصعبة في فهمها هي التي أوجدت علم التفسير والرد على هذه المشاكل وتوضيح ما يعجز الناس عن فهمه. كل ذلك للذين يحبون الرب. حتى انحراف البعض جعل الناس الخيرين يشددون على التدقيق الذي يحمي الناس من هذا الانحراف، فوجد التدقيق في الحياة الروحية كنتيجة رد فعل للتسيب والاستهتار. عشان كده كل ما العالم بينتشر فيه الاستهتار والتسيب بتقوم حركات عكسية لحماية المجتمع من هذا التسيب بالتدقيق الشديد في الدين. بل إن الخطايا العادية ربما لا تساعد على التوبة، ولكن إذا وقع الإنسان في خطية بشعة شديدة تبص تلاقي ضميره يستيقظ أكثر ويفكر في أن يتوب. نكتفي بكده، تفضل.